مرحبا بكم خواتاتي. اليوم هنجيب لكم غوسيت هايله واسمها سموذي بول. هذه وصفه امريكيه وان شاء الله تعجبكم. لوليداتنا دوكا في هذا الصيف كل مره نجيبوا حاجه جديده. وشن هي فيها الفاكهه ياباك وتجيك شغل اون كريم، هي صحيه اطفالنا لينا هكذا تقول لهم كي شغل المثلجات. واش نديرو؟ شوف ناخذ شكاي تاع كونجيلاسيون، ناخذ كميه من الفراوله فريزا، شوفوا هي كونجلي، هذه قطعتها وديتها في الكونجيلاسيون. تحبوا ديرها كوكتيل، خلط البنان مع الفخاز هكذا، وتحبوا ديروا دو ساشي، واحد تحطوا فيه البنان واحد تحطوا فيه الفخاز. وصفة امريكيه وصحيه لاطفالنا وهيا وهيا. دي مثلجات ديروهم الاطفال، واش فيها؟ ما فيها والو غير بالفاكهه خواتاتي. وبغا ميكسر يطلب منا، بغا ميكسر باه نرحيو هذو المثلجات وبس، هذا مكان ونزينهم. نوري لكم الطريقه، شوفوا خواتاتي هو كحالنا من المجمد، على بالكم كي يخرج في الهواء يصاروا الاكسده. هذا هو كونجلي وهذا كونجلي. هنا نوريت لكم الطريقة كيف كونجليتو، وراها الحبة راهي جامدة راهي هكا. تقطعوهم وانتوما الفاكهة اللي حبيتو ديريها هكا، ديروها دوك حنا كشغل كوكتيل. هذا ما يطلب حتى حاجة، ني سكر ني والو، حاجة صحية مفيدة لأطفالنا تعجبهم وصحية. ناخذو غير بغا ميكسر، ناخذ كمية هكا من البنان كونجليناه، شوفو هكا، وكمية شوف كيف راهي جامدة، وكمية من الفراولة اللي جبدناها راهي وقتها نديرو شحال أمورات بها. شوف هكذا حاجة صحية، نطلبنا غير بغا نكسر كيما قلنا هذا مكان. ونبدا هكا نحيو فيه. ها شوفو يا البنات نبدا نشوف كيف يبدا يولي. شوف الطريقة، شوف شوف بهذه الطريقة، شوف يولي كي لاكلاص هكذا. تبقاو هكا بالعقل بالعقل، شوف حتى شوفوا كيفها. وانا نكملو دوك نوريكم طريقة التزيين كيف تكون. شوفوا يا البنات هاكا بالعقل بالعقل، حتى شوف شوف شوفوا يا البنات، شوفوا كيف هيجي بارد منعش. شوف حتى لا كولور تاعو شابه، شوف البنان مع الفخاز كيف هيولي. وعندنا التزيين تاعو، شوف كلش صحي بالرقائق. شوف هنا هذه صغيره كبيره، كاين زوج انواع من الصغيره، كاين هذه تجي حبتها كبيره وكاين تجي حبتها رقيقه. فهمتوا يا البنات؟ شوف حاجه صحيه لاطفالنا لهذا الصيف، باردة ومنعشة. شوف من هذه الطريقة بالرقائق تاع الشوفان اللي قلنا نسميوه سموذي بول. شوف الطريقة نوريكم، تكون في الجنة حاجة. شوفوا لاكلاص طريقة صحية غير بالفاكهة، ما فيها حتى حاجة، جمدوها وديروا أي فاكهة تعجبكم. ومازال الأمام إن شاء الله نديروا بزاف هكا وصفات صحية لأطفالنا لهذا الصيف، باردة ومنعشة وطازجة وإن شاء الله. ما تنساوناش في اللايك، أول مرة يدخل القناة يشترك ويفعل الجرس الأحمر، وتحت في الوصف راكم تصيبوا رابط القناة واشتركوا. ولا عجبتكم الوصفة اكتبونا في الكومنتير، وبسلام عليكم، يعطيكم الصحة.